مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الجزء الثالث والاخير من برنامجكم بلاد سبور الذي خصصناه للمنتخب الوطني المحلي ولجاهزيه الجزائر لاحتضان شان 2022، وتكلمنا في الجزء الثاني كذلك على شباب قسنطينه والعوده القويه للسنافر السياسي في البطوله المحليه لهذا الموسم، كيف على والفريق في المرتبه الثانيه من الترتيب العام بعد التسيير، خلينا نقول لك نوعا ما كارثي في السنوات الماضيه بعوده الرجل محمد بو الحبيب، الفريق يعود الى عافيته، نتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ولو انه الفريق مازال محروم من الانتدابات هكذا بريزيدون. بور لو مومون ما نقدرش ننتدبوا، يتم تسويه بعد الديون. بعدكم لاعبين ماشي مشكل، بصح حنا المشكل تاعنا مش في مش في هذه برك، اصلا فما لاحظتوا انتم مختصين ميم في السوق التحويلات سي فري بون لو زورار نيزيست با في الميركاتو على كل حال ما تجيبها سي فري. يلا نتمنى لكم التوفيق سيد بو الحبيب، لك فانا الوقت شويه نعاودوا له في اخر البرنامج ان شاء الله نتكلموا على السياسي. طبعا نشكرك جيتنا من قسنطينه خصيصا لقناه البلاد، شكرا جزيلا لك. جوستومون فو باغلي على المولوديه الجزائر اللي مرحله نوعا ما مقبوله ان صح التعبير في المركز الثالث في البوديوم في نهايه مرحله الذهاب. اليوم معنا مصطفى مرزاق لاعب سابق في المولوديه للامانه، اتونسيون للامانه. بون خلينا نعطي لو تيتر تاعنا تاع الجزء الثالث هذا ومن بعد نفصلوا الامور جيدا. باجي ينسحب، فيصل باجي ينسحب ويطالب فيصل باجي ينسحب يطالب بتعويض، واداره مولودية الجزائر تستنكر كل هذا الانسحاب والتعويض كذلك. كنا شفنا الكومونيكي، ما علاش عندنا الكومونيكي جاي، ممكن نشوفوا الكومونيكي شويه هكذا تاع المولوديه. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل، انا شخصيا كنت اتصلت باداره مولوديه الجزائر وكنت تكلمت مع زميل محمد بوروبي طبعا، وقال انه نحن اجبنا في كومونيكي، نحييه بالمناسبه ونحييه على احترافيته لانه تواصل معنا وهذا خيار طبعا اداره نحترمه. طبعا تكلمنا كذلك او اردنا الاتصال واتصلنا بلاعب سابق فيصل باجي لم تكن فيه اجابه، مالوريزمون باش يحضر معنا في البلاطو لانه عشاق المولوديه حابين يفهموا واش كاين. جوستومون شفنا هذا الاسبوع كذلك الكومونيكي هذا اللي كنتوا تشوفوا فيه دوكا، وين مولوديه جلال تستغرب خرجت اللاعب السابق فيصل باجي من الانسحاب والتعويض اللي تكلم عليه في سنوات ماضيه. مصطفى، ماذا يحدث في بيت مولوديه الجزائر؟ ها انت على اطلاع بما يحدث في الفريق رغم انه نتائج خلينا نقول لك مقبوله، ولو انه ليست في المستوى اللي كان ينتظرها الجمهور. البريزيدون لو ديبي سيزون جو مي رابيل تري تري بيان قال المولوديه تاع هذا العام سي اون ماشين اغاني اغاني فيكتوار، دونك بور لو مومون سكو لا ماشين نا با فريمون فونكسيوني كيما لازم الحال، ولا طاح طون بانو ولا رو ديماري، دونك اون فا بالي دو تو سا. تفضل. لا كي تكون اون ماشين لازم لها كريساج. تكريسيها لازم تكريسيها، دونك انت كي تشوف انت بدايه الموسم او مش عارف سوسو اللي يقدر يشاطرني، انا عندي شويه اكسبيريونس نقدر نهضر نقدر نتكلم كاولا مناصر، ثانيا كلاعب سابق معليش مناصر ما تقدرش انت تجيب لاشاري افون لي بو، ما تقدرش انت تجيب لاعبين قبل المدرب هكذا سوسو، خطا فادح وخطا كبير وانا تكلمت عليه. صح، لو كان نبداو بقضيه فيصل باجي وما نروحوا للمولوديه بصوره عامه. انا هضرت نهضر لك اون جينيرال. نهضر لك اون جينيرال. تفضل خير. باش نولي لك الحكايه تاع فيصل، لانه فيصل ما كانش في مرحله الدعم. سيفري سيفري. دونك لو نتكلموا على المسؤوليه ماهيش مسؤوليه فيصل باجي، ولو انه لما جاء فيصل باجي قال لك احنا ما نعرفوش، المسؤول قال لك احنا ما نعرفوش، انا جبنا اللي يعرفه. ماذا بينا نعرفه هي المسؤول نعرفه. ورا هذا اللي يعرف تكلم على الرئيس الفريق على الرئيس حجر جم انتم اصدقائنا في المولوديه جامي العائله تتفاهم فيش تفاهم جامي الناس تتفاهم تكلم كلمه واحده ديما كاين معارض واحد يعارض دعم مهما كان المسؤول الناس تعارض مهما كانوا اللاعبين اللي يجيو الناس تعارض شوف. يعني مولوديه هذا فريق امين لازم الناس المناصرين تاعو يتحدوا خليك من الفكره تاعو نسمعوا هو سالني انا معاك في الطرحه باش تفهم انا راني نجاوب فيه كل مشاكل راني نجاوب فيه كيفاش كيفاش كي تقول لي كي تقول لي كل سنه نفس كي تقول لي البريزيدون يقول لي رانا جبنا اللي يعرف بصح انا نقول له وين راه هذا اللي يعرف فهمها لي بيان سور دوك يقول لك احنا باسكو علاش انا جو في دي بوست اي تو
نهضر على كاع لي زيكيب، نهضر على جياس كندا. في الصفحات الرسميه تاعك، حساب الرسمي تاعك. كنت هذا الاسبوع درت كومونيكي كتب بعد جلال، راني نتبع. دونك مع الخير، غير بالعقل ما نهضروش كاع، انا مشاكل في الصوت غير بالعقل. يلا دونك فيصل باجي الى سي ريزون، عنده الاسباب تاعو، ما يروحش هكذاك باسكو فيصل عنده شخصيه وعنده شخصيته وعنده قناته. انا نعرف الشخص قبل ما نعرف اللاعب. دايور اختار انه لحد الان ما يرد على البيان ولا التصريحات هادو، عنده سيريز. انا اتصلت به ما جاوبني. شو عنده سيريز؟ لانه بعد محضر قضائي يطالب في امواله. ديسكري هو، صح. خلينا نكملوا نسمعوا. المهم دوتو سال، المهم دوتو كي قلت لي انت يا يزيد، كي جبت لنا السيد اللي يعرف، هذه او ريبونس لينا احنا اللي ما نعرفوش. فهمت؟ دونك كيلكو باغ هو ضربها الدور، انا فهمتها. هذا المسؤول هذا ضربها الدور، احنا فاهمينها. احنا رانا لاعبين كره القدم، قاريين في المانجمنت، في التسيير الرياضي، قاريين التسيير الاداري. مانيش نهضروا هكذاك. دونك احنا ما كناش نجيريو دي كون دو طوال وجينا للفوتبول. اسكو لي بوست تاعك، سامحني. سامحني انت مصطفى، حياتنا يا زيد، حياتنا كاع بالون، بيرسون نو دوت. مي انا دوك انا باش نفهم، باش الجمهور يفهم، علاش انت واش اللي ما عجبكش في القصه؟ ما عجبكش تعيين باجي ولا ما عجبكش انه لم سامحني اقتراحات؟ ما عجبوش كلام رئيس الفريق، ما عجبوش رئيس كلام رئيس. اسكو حسيت روحك فيزي؟ اسكو حسيت روحك فيزي ولا اسكو المنشورات تاعك اللي راهي ديرونج؟ انا ما نحش روحي فيزي. كيفاش ما نقولك؟ قول لي ما نحش روحي فيزي باسكو انا كي نهضر اي نهضر على الفريق تاعي هذا. بيان سور لعبت فيه هنايا، وهذا الفريق هذا خلي الناس تهضر، يحب الياس با يحب الحراش يحب الاخر، باسكو انا كنت محلل في التلفزيون العمومي، انا دائما كنت جيتي اوبجيكتيف نوتر. وي لازم نكون في التلفزيون، نكون حيادي ما نديرش شعبويه. نقدر ندير شعبويه كما دير الناس، انايا ونحب ولوديا وانايا، نقدر ندير انا هذيك سهله. انا نو، انا ماذا بيا نكون نوتر. ليكيب تاعي اللي نحبها هي هنا في قلبي، واحد ما يسالي بيان سور هنا في القلب. المهم واحد ما يقدر ينحيها لي. دونك انا كي نقول لي انت تحس روحك فيزي، انا عمري ما حسيت روحي فيزي باسكو انا الكلام ربما اللي هضروا ماهوش عليا كاع، باسكو انا نهضر على الكلوب تاعي، مانيش نهضر على حتى لو كان نهضر انا على المسير، مانيش نهضر على الشخص. اليوم ولا ارتديت قبعه تاع المسير، نهضر انا على المسير ماشي على الشخص. بيان سور الشخص. كيفاش تشوف وشنو هي قراءتك لمغادره فيصل باجي للمولوديه؟ عنده عده خلفيات. فيصل باجي حس روحه بلي مهمش. فيصل باجي انا متاكد من هذا، لانه عندي بعض المعطيات انه مسؤول مع مناجر اخر في اتصالات مع لاعب اجنبي باش يجيبوه بدون علم سمو اللجنه. اللجنه اللي تراسها اللي تراسها فيصل باجي، ميخازني وباجي. المهم قال المناجر هذا اللي كتبت عليه في فيسبوك وقلت باللي خارج على المولوديه. المناجر هذا خارج هو اللي رويت. خارج ويدير السحور. خارج يدير كلش ويجيب لاعبين بارتو. عنده اربعة هو اللي يديسيدي في مولد الجزائر، هو اللي يقرر في مولد الجزائر، يقرر يحبوا هادو. صح. كملنا مصطفى، كيفاش تشوف الذهاب تاع فيصل؟ يحبوا هادو جلال. باش نذكر فقط انه نحن في حصار المباشر، باش الناس تفهم جوستومون. دونك تشوف انه فيه فيصل باجي تعرض الى ظلم وهذا الشيء غير مباشر، وهذا الشيء اللي خلاه ربما لا حس روحه شغل انت تجيبني تحطني في كوميسيون. هكذا ما تروحش مورايا انت مع مناجر اخر وتجيب لاعبين، ومن بعد شكون اللي جاب اللاعب؟ لو كان يصلح اللاعب هو، ولو كان ما يصلحش اللاعب فيصل باجي وما يخازني. فهمتني؟ دوك نولي لك. دوك انت تحكم لي انتايا، نعاود نولي لك شويه اوناريال. علاش؟ باسكو علاش؟ سا سي لو ريكروتمون هذا سا سي ريكبيركوتي سور لي ريزولتا تاع لي جو تاع الفريق. علاش؟ مرودي راهي تروازيام صح؟ خذ لي ستاتيستيك. مرودي ماركي 12 هدف. يربحوا بصعوبة 12 هدف. لو كان تحكم الكتلة الشهرية تاع ربعة ثلاث المهاجمين اللي جابوهم، تعرف شحال؟ شحال؟ تعرف شحال الكتلة الشهرية؟ راهي تفوت 250 مليون. راهي كتلة شهرية تاع ثلاث ملاير، زوج ملاير. ثلاث لاعبين. دونك أنت كي تشوف أنت علاش الفوتبول هذا، حنا نتكلموا أرقام.
شنو نهضروا؟ شحال يتقادوا؟ 300 مليون دولار؟ 300 700 انا نهضر لك اون بريت. اه داكور اون بريت اون بريت 450 مليون. المهم بالخام بالخام بالخام. دونك انتايا فيصل باجي سي نورمال انا ديرني جيبني انايا كاسم فيصل باجي تحب ولا تكره. عنده اسم في عنده اسم ولعب في ليكيب ولعب في ليكيب ولو انه انا نقول اسم باجي مربوط اكثر في شباب الوزدات. المهم هذا ماهوش السؤال المطروح كيفاش انه فيصل باجي لما يستقيل كان يخلص وياخذ في لي بريم تاعو الان لما استقال باش هو يطالب على الاموال القديمه تاعو. نديرو بوز جلال ما الذي البيان الذي نشرته مولوديه الجزائر اداره مولوديه الجزائر واش وضحت فيه باش الجمهور يفهم؟ اداره المولوديه وضحت فيه انها تفاجات بخطوه المناجر سماوه المنسق سماوه المنسق العام للفريق فيصل باجي كورديناتور جينيرال كورديناتور انه قدم الاستقاله تاعو من جهه وتفاجؤوا بالاستقاله ديجا تفاجؤوا بالاستقاله ما كانوش ينتظروا فيها اداره المولوديه وكذلك انه السيد فيصل باجي قال لك طالب دوك نشوفوا الكومينيكي طالب ب 354 مليون سنتيم لاموال اللي كان يدين بها الى اداره المولوديه في الفتره المتداه بين 2011 و 2015 انا شوفوا 354 مليون قال لك الاداره قال لك تاكد الجمهور انه المغادره تاع المعني كانت دون سابق انذار ولكن انه في الفتره الحاليه هذا نعم بعث محضر قضائي بعث ان يوسي جوستيس وقالت لك انه سيد فيصل باجي الاجور الشهريه تاع الفتره اللي قدها الان مع لي بريم مع التعويضات قال لك دار لي بريم تاعو تاع لي ماتش قال لك كيفاش انه يطالب باموال تاع فتره سابقه صح. كان البعض انا ندن اسمح لي علاش بيهضروا على فيصل باجي دا 2011 وجرى شهريه علاش بيهضروش على اللاعبين اللي جابوهم في الصيف راح يبيعوهم في الشتاء؟ لا مصطفى اسمح سامحني نروحوا درجه بدرجه مصطفى لو كومينيكي كونسيرن فيصل باجي سامحني اي سا بيريود اكتويال في المولوديه اسقاط انا ماشي 2011 سي لي كي دوموند 2011 علاش نتكلموا على فيصل باجي وجرى شهريه تاع 2011 و2015 علاش نهضروا عليه هو اللي تكلم شو هو لا الكومينيكي لا هو بعث اعداء مع الويسي بعث مع محضر قضائي طالب فيه امواله السابقه خليني انا جاوبوا على المحضر واش فيه لان عطى لهم نديري تاع خمس ايام باش يخلطوا ولا يروحوا للقضاء على بالي فهمنا سيك والله فير مصطفى نو نار لا فير مومون كو مسيو فيصل باجي ريفوز دو بارلي افيك لا بريس معليش اسمع يا خويا فهمونا واش الجواب تاعي سهل هاني جاي عندك امين انا جاي عندك اعطيني الجواب تاعك امين قبل ما نروح لمصطفى تفضل ما دام كاين اشياء خفيه راهي صايره بين الاداره وفيصل باجي نحترموها اتونسيون نحترموها ومادام امور داخليه خرجت العلن بهذه الطريقه ولكن باش تقول لي كل واحد يعطيك الحقيقه يعرفها فيصل باجي بيان سور لا فري فيريتي اسمح لي واداره المولوديه الاول واداره المولوديه واداره المولوديه لماذا طالب هذه الامور ولماذا ولماذا الا فيصل باجي يقدر يجاوبك حنا لو كان نبداو نهضروا يعني نهضروا برك على حساب قراءات ولكن الجواب تاع اداره اسمح لي معليش معليش كيكونوا عندهم عطيني مطايات مصطفى ما دابيه عطيني مطايات عطيني مطايات مصطفى امين خلي عطيني مطايات تي لاعبين انت تكري كوميسيون سامحني سوسو ولا تشاطرني سوسو انت تكري كوميسيون ما دابيه تعطينا رايك بسي بو الحبيب بيان سور هو مسؤول بيان سور بيان سور ما يقدرش يتدخل في كمسؤول رايه نظره عامه نظره عامه نقدر نعطيك رايك جبت لنا الناس اللي يعرفوا يا اخي هكذا جبت لنا الناس اللي يعرفوا صح تكري كوميسيون ومن بعد مور لا كوميسيون تحت مع نوتر ماناجير تحت نيغوسي سامحني علاش لا كوميسيون هذه ما تكلمش يا اسمك علاش لا كوميسيون ما تكلمش هذا سؤال على السيد ميخاز ما يتكلمش هذا سؤال امور خفيه مصطفى لان احنا ولي نكونوا انا فيصل باجي خويا وصاحبي ونحبوا بصح ما نقدرش نكون لافوكا تاعو في امر اللي هو يخصه مازال ما تكلمش عليه مادام هو لا 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 مادام هو ما قالش هذا الكلام ما نقدرش انا نقول اليوم صح جماعه الخير انا هنا انا هنا اون كانيماتور دو تيلي مازال ما فهمتش الموضوع فما بالك الجمهور اللي راهو مرشد دوسمو بصح باش نقولوا في الملوك خرجت ثبت ما سامحني خرجت ثبت سامحني خلينا باش ننور الراي العام كنا نقولوا في الكوليس ان المولوديه تحس بانه فيها داء ولا حاجه مولوديه كل عام نفس المشاكل نذكركم برك بانه لما كان الماس على راس مجلس اداره المولوديه كانت كذلك اون كوميسيون دو ريكروتمون يزيد انا ذاك خرج اللاعب السابق براهيم شاوش دار تصريحات اعلاميه وقال بارك الله فيك سي با لا بروميير فوا بارك الله فيك يتعلق بالريكروتمون انا ما كيسيون كلير مصطفى باش نروحوا مباشره اسكو فيصل باجي شاف انه ربما كلامه غير مسموع في المولوديه ربما رايه ما يخرج بين الاعتبار ربما طريقة عمل الإدارة ما عجباتوش الشيء هذا اللي خلاه ينسحب الفريق لا طريقة عمل تاع الإدارة ولا الإدارة طريقة عمل تاع باجي ما عجبتهاش
اي لازم كاين خدوهات. وي وي اعمي هذا كاين خدوهات لوجور ويلايتي ريكروتي سامح لي سامح لي خدوهات عنده الحق يزيد عنده الحق لما نيغوسي معك باش تولي ديريكتور مسؤول منسق لازم يكون خليني نسمع سي راي بو الحبيب خليني نسمع سي راي بو الحبيب رايي بصفه عامه لانه انا باجي ما تنساش بلي لعب في شباب قسم بالله ايوه بان بلي في السياسي ايوه عندكم وما تنسى وجاب طريقه صعبه وزميل وزميل المدير في المولودية يسمها زميل في نحترم شوف احنا هنا ما نجتهدوش ما نقدرش نديروا اجتهاد من رئيسنا انا واش فهمت في الكومينيكي جاوبوا في الكومينيكي كي تقراه مليح بيان سور روح اللوط في الكومينيكي لتحت واش تلقى يقول لك السيد فيصل باجي جاوبها وين هو؟ اه وي باش في داكور يقول لك السيد فيصل باجي اشترط ربط فسخه للعقد بطريقه وديه بحصوله على الديون القادمه نعم. استدير المشكله بينات ما يتفسخ عقد كاين بروبليم انترن ما مش حابين نهضروا عليه صح حنا هذه فهمناها هذه فهمناها واش قال لهم انا ما نفسخش العقد معكم بطريقه ثم خيروا يا اما نفسخ بطريقه وديه وتعطيني الشيء القديم انا واش الكومينيكي اه بيان سور قاعدين يقولوا لانه هذا رسمي هذا رسمي هذا رسمي هذا هو الرسمي الرسمي قال لهم يا اما هما واش قاعدين يقولوا واش هو ومن بعد عنده حق بيزيد يقول واش يقولوا بلي دار لهم شونطاج انديريكتومون الشونطاج حقه حق نو ماشي هو هو عنده عقد هما راهم يقولوا بلي ستان شونطاج هو اي واحد عنده عقد مع مانيش نهضر على باجيك لما تقرا الكومينيكي معناتها هما حبوا يفهموا المناصرين بلي دار لهم شونطاج انا جيت للمشاكل هادو بعد هادو المشاكل في الرقم الكل هادو انا جيت في السياسي بان هو درك هنا كاين سوء تفاهم الداخل في امر ما راح لازم العقد يتكسر صح العقد هذا هو ربط نقبل لك باه نكسر العقد تاعي وديا تسلكني في القديم سي با نورمال شي ما كسرش ودي سي با نورمال يا زيد سي با نورمال انك تسيني عقد في 2022 وتحب تفسخه وتحب تروح انت كفيصل باجي من المولوديه بارادتك انت طالب المولوديه ان ترومبورسي تاع 2015 سي با نورمال بين السطور تاع المولوديه هذه فهمت دقيقه بين السطور بين السطور تاع الكومينيكي مش حب يروح كاين مشكلة هو يقرا مليح الكومينيكي صح نو مي واش هو يدير التصور تاعك تاع مصطفى مصطفى انت في خ... بارك الله اعطينا التصور ولا الحقيقة تاع الحقيقة نو مي جماعة الخير هو يقدر يعرف التصرع عليه محمد باسكو هو بن الدار محمد محمد الجمهور 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 فهم الجمهور فهم علاش دارت الإدارة تاع مولدية كومينيكي وقالت بلي ربط الفسخ تاع العقد تاعو بحصوله على ديون سابقة هذه فهمناها حطوها تكوت واش هو المشكل علاش فيصل باجي حب يغادر المولوديه هذا الجواب عنده اسمع مصطفى يفيدنا ربما صح مصطفى صح يفيدنا اعطينا راي فيصل اللي يدير باش مع كي لا كي جا لا كي راح كي راح باش نتفاهموا اوكي وما تكلمش مع الرئيس سبب مغادره فيصل باجي للمولوديه انا التصور تاعي حس روحه مهمش تصور حس روحه مهمش اوكي حس روحه انه داروه في لا كوميسيون وما يشاوروش اوكي ما قيموهش وكانه حاطينه هكذاك زياده دونك انا هذا هو التصور تاعي نكذب عليك انا تكلمت خليك كمل خليك كمل خليك كمل مصطفى تفضل خليك كمل انا تكلمت مع محمد ميخازني ما تكلمناش على هذا الموضوع على شيء اخر لعلي تحس باللي كاين امر ما بين فيصل والمسؤول بريزيدو والبريزيدو حجر جم فيصل والمسؤول تحس بلي كاين مشكل اما لونطوندو مشكل باش انا مالو سا كوين سا كوين سا باس با سا باس با سا باس با سا مصطفى سامحني لو رول تاع فيصل باجي ماشي الا يكون في لا كوميسيون هو منسق وشنو هو لو رول تاع منسق ينسق بين الاداره والفريق الاول والمدرب سي با كو باجي نحصوه في كوميسيون تاع لي ريكروتمون راح تجيب 3 جوار برك في المولوديه في الميركاتو شي شوي داكور معاك شي داكور معاك هو شوف المشكله الاولى كان بدا يطرحها ولا كان السؤال كان بريسي على باجي المشكل في المولوديه بالنسبه ليا ان كلك سوا البريزيدون اللي يجي يجي مثلا ديليغاسيون اتراك باش يكون مسؤول على الفريق بريزيدون دو كونسي دادمينستراسيون رئيس مجلس الاداره هو ماشي مختص في كره القدم والمشكل انهم بعد الوقت بكل احتراماتي انا ما جاتك با حجر جم ولا بيرسون ما نعرف انا حنا نتكلموا بصفه عامه اللي يجي صرا له الميم بروبليم يوليو المراسلين ينتقدوه امين لو فوتبول لو كلوب لو كلوب ا بوزوان دان بون جيستيونير سامحني لو كلوب نا با بوزوان دان لونسيان جوار ولا دان كونيسور لو كلوب ولا نابورت كال سامحني امين نابورت كال سوسيتي ا بوزوان دان تري بون جيستيونير مسيو حجر جم اللي ما عندي حتى علاقه معاه كي درت بعد البحوث لو مسيو
ها ماشي في صونات رقم راه يملك اللي عنده أمين واللي عنده أمين واللي عنده مصطفى واللي عنده جواب. السيد الرجل يملك خبرة كبيرة في التير. نعطيك المولودية خليني نفهمك. أعطيني المشكل ماهوش من ناحيه التسيير الاداري وتسيير الفريق، التسيير الرياضي. يعني نتكلم مع التسيير الرياضي. حاول جاب فيصل باجي، جاب محمد ميخازني، جاب او طاح في مشكل لان اللي يسير من ناحيه الادمنستراتيف ولا جيستيون يدخل روحه في التقني. جاب محمد ساعد قداش نمد الفكره كمل دخل روحه في الجانب التقني. لما انت تكون مسير مليح ناجح راه كنت في شركه وجابوك تعرف تسير الامور من الناحيه الماليه الاداريه. اوكي انت تونتور بار الناس اللي تعرف كره القدم من الناحيه التقنيه تكون متمكنه صافي دير لي ديسيدي شكون يريكريتي اكسترا ماشي انت حجر جر. دونك راك تقول ثق صح دارك تقول باللي راك تقول دارك تقول باللي سيد حضر جم صافي دير باجي هو سي ترينر ويعرف الكره ويجيه واحد اداري يمبوزي له جوار ولا ما يقبلش. امين انت راك تقول باللي سيد حجر جم سيد حجر جم يتدخل في صلاحيات الفنيه هذا واش راك تقول؟ ما قلتلكش هو يدير ليكيب. نو ما قلتلكش هو على حسب المعطيات اللي قال مصطفى لما نعقب هذه هي القراءة ويدخل روحه في عندك تدخل مصطفى اخر ولا؟ لا ما عندي حتى تدخل سوفك نقول لك لما نتكلموا على ريكريتمون باسكو تو باس بريكريتمون. اه وي وي بيان سور يعني باسكو دي فوا انا نهضروا على التسيير تو ما نقدروش نسيروا شركه عموميه كما نسيروا كرة القدم. بيان سور رزمو تسيير اخر رزمو هاي حتى لو كانت تكون احسن مسير في العالم يجيبوك هنا مي سي با لا لونو سي كيف كيف لا مي سي با لا لونو سي ماشي كيف كيف ايه ماشي 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 تقول لي انت شي علم الفضاء شي علم الفضاء مي سي با دوني على البورتيكيه اكزاكتومون رانا نشوفوا بعض الناس يلعبوا كره قدم قسما بربي لا تفقه شيء في كره القدم علم هذا نهضروا يا زيد تريز لاسي تكنيك بيان سور ما نتعلمش والاولى هو وكاين حاب يتعلم الاولى باش نتعلم اللي درسوا فهمتني يا زيد تحت الان ما جابوا حتى لاعب المولوديه ما يهمنيش انا اسمع جابوا ما جابوش ما يهمنيش المهم تاعي انايا نهضوا على القضيه تاع فيصل باجي جلال هكذا انا قلت لك التصور تاعي هذا هو دوك ماتنو طريقه العمل تاع فيصل باجي صح اداره ما عجبتهاش ولا فيصل باجي حس روحه بالربي حنا على كلين نغلق ملف مدير الجزائر امين سامحني من فضلك نوجه رساله الى سيد فيصل باجي نقول له مرحبا بك في بلاطو بلاد سبور من اجل تنوير الراي العام كما اوجه مره اخرى رساله لاداره مديريه الجزائر ولانه جاوبت على في البيان الرسمي تاعها نقولها مرحبا بك من اجل توضيح وتنوير الراي العام لجماهير مديريه الجزائر التي ربما تقلقت شويه صح التعبير فيما يخص هذه القضيه. نتمنى التوفيق للمولوديه، نتمنى التوفيق لشباب قسنطينه، نتمنى التوفيق للصحافه، نتمنى التوفيق لفريق الصحافه وعلى راسهم سيد يوسف تازير. شكرا جزيلا لكم. التوفيق لجميع الانديه الجزائريه. قبل ما نروح للفريق التقني راهم بريسين باش نشكرهم. دونك ان ديغني مو قبل ما نختموا بسرعه 30 ثانيه عقد جمال بلماضي كما اكدنا هنا حصريا في البلاطو تم الامضاء قبل نهايه سنه 2022 سي سكي لاجي مسيو البريزيدون وين قال لا سيني ان افونون صافي دير كي قبل ما ينتهي العقد ولكن مره اخرى مالوريزمون يعلن عليه في اذاعه سيد عند سيد معمر جبون نحترمه ونحيوه بالمناسبه مي ما كاش في الموقع الرسمي ولا سي بانورما خاصه انه يزيد كما قلت انت سينيا ان افونون سينيا يعني بند ولا سينيا يعني تفويض حد اخر باش يزيد في الكونترا صافي دير كو سينيا قبل ما يخلص الكونترا تاعو نتمنوا له التوفيق مي كنا حابين في لا كوميونيكاسيون تاع الاتحاديه يعطونا لي زوبجيكتيف تاعو الاجر يقولوا لنا واش هما يعني لو ستاف تاعو اسكو راح يكون رونفورسي وبا نعرفوا انه كاين مشكل مع مدرب الحراس سيد بوراس اللي مندوشك عنده اصابه ولا ما نعبناش واش عنده لانه شاك فوا يكون سيد بن حمو او مدرب منتخب اقل من 20 سنه بوراس سي بلوس ان ادجوان كان اونترينور دي غاردي الى 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 بوراس الى بوراس يعني مدرب مساعد نجيبوا مدرب حراس رسمي سيفي على كل يعطيك الصحه جلال سيد كان مسعي اللي كان يعمل ثاني في الفريق الاول ابو الحبيب شكرا جزيلا لك سيدي على قدومك مدينه فرصه تفضل اجا ثم عندنا عضو في لجنه الانصار ما نغتنموا الفرصه ثاني دفنا امو عندها الله يرحمها عائله مزهود الله يرحمها برحمه الله عضو فعال و ربي يصبرهم ان شاء الله ربي يصبرهم شكرا جزيلا لك سيدي تحيه كبيره لناس قسنطينه توحشت عندي بزاف ما جيتش قسنطينه خاصه يا زيد شكرا على المجهودات اللي قاعدين تقدموا فيها والله العظيم الكره الجزائريه الجزائريه بيان سور بيان سور شباب قسنطينه 97 و2018 لازم يزيدونا القاب 20 سنه لا لا ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله بربي ان شاء الله تكون في نو تسمى الطريقه اللي حطيناها هذا ان شاء الله هادو من المشاكل هادو حنا لقينا المجهود تاعهم يعطيك الصحه التكنيك بارك الله فيك
مصطفى ميرسي بوكو، شكرا جزيلا لك. السلام عليكم، بارك الله فيكم. وفيك، نشوفوك ان شاء الله في العدد القادم ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه، ونحيوا الزملاء اللي كانوا يسمحوا سهلونا قدومك للبلاد. منا نشوفوا ان كان الانشان في المستوى، وانه المنتخب تاعنا ان شاء الله يروح الى ابعد حد ويفوز بالكاس. وهذا الحصه نهديها لزينوبا بنت صاحبي خاوه رضا. تحيه ليها، تحيه ليها وصاحبك رضا. يلا جلال، شكرا جزيلا لك رضا خاوه، ولجميع الزملاء في القسم الرياضي. شكرا يا زيد، نقولوا برك للمشاهدين انه قناه البلاد راح تكون مجنده ان شاء الله في الشان هذا، خصوصا في حصه البلاد سبور او في حصه حكي بالون مع زميل كامل مهدي، يوم الجمعه حيكون وليد مرجاوي، دونك راح نكونوا حاضرين بقوه في الشان ان شاء الله. ان شاء الله نقول لكم اسك قسم قس اسك قسم مربوح، نلتقي بكم ان شاء الله بدايه من انطلاق رياض الشهد. يحييكم، يحييكم بزاف. فانتا سوسو سوسو سيبغي. تحيه طبعا العارضه التقنيه وعلى راسهم المخرج حسين، نلتقي بكم في عدد قادمه ان شاء الله. يبقى في لقناه البلاد. سلام.